السلام عليكم، مرحبا بكم. غادي ندير اليوم اكله من الاكلات اللي كتعجبني بزاف. انا يمكن بحال بزاف ديال الناس كنعشق شي حاجه سميتها الدنجال. الدنجال كيمكن لينا نصيبوه بالعديد من الاشكال والطرق، يا اما نديروه طاجين او لا نديروه غراتان، نديروه سلطات، نديروه باشكال كيف ما قلت مختلفه ومتعدده. الوصفه ديال اليوم مستوحاه من المطبخ الشرقي، غادي نقادها بطريقتي، اكيد غادي تعجبكم. بالنسبه للدنجال نحاولوا نختاروا دنجال يكون مزيان، حبات يكونوا كبار ما يكونش فيهم زريعه. اليوم ولينا كنلقاو في السوق حبات ديال الدنجال كبارين وما فيهمش زريعه وتيكون حلو، يعني ما كيكونش يمر. كنجيبوا الحبات ديال الدنجال وتنفلحوا لهم شويه تحت من الراس، يعني كنديروا واحد الدائره بالسكين بلا ما نفلحهم، يعني بلا ما نمشيو بالموس وسط من الهبره، فقط كنفلحوا القشره. كنديروا الشوايه، يا اما نديروها فوق من الفحم او لا فوق من البوطه، او اللي بغيتوا في الفران تشويو الدنجال في الفران بحسب نتوما اشنو مولفين ديروا. بالنسبه لي انا غادي نشوي غير فوق من البوطه. كنشوي الدنجال مزيان حتى كيرطب، وكناخذو اما كنديروه في كيس بلاستيك غذائي او لا كنديروه في ورقة الألومنيوم أو لا كنديروه في بواطة اللي كتسد مزيان باش كيرجع عليه الصهد تيرطب وكيمكن لينا نقشروه بسهولة. كنقشرو الدنجال وبطبيعة الحال كنتابهو مكنغسلوه شي، غير كيتقشر ويتمسح مزيان من كاع داك القشرة اللي مشوية صافي. وكنزلوه بحال هكذا على جنب، كيجي غزال، الريحة ديالو رائعة بحال هكذا مصيب بهذا الشكل هذا. كيمكن لينا نديرو به وصفات كثيرة ومتعددة. بالنسبه لي انا اليوم كيف ما قلت غادي نخلي الدنجال بحال هكذا. صحيح شوفوا معايا كيجي غزال غزال هكذا في ان بوفي. بالنسبه لهذا الوصفه هذه كيمكن لكم ديروها في ان بوفي او لا منين كيجيو عندكم الضياف، كتجي هكذا عاطيه للعين ومميزه ومختلفه على الاشياء اللي حنا متنسين نشوفوا. هنا عندي الفلفله حمراء، سبق لي في حلقات كثيره كنتكلم على لاباط ديال الفلفله حمراء. هاد لاباط جات المناسبه اليوم تشوفوا معايا كيفاش كنوجدها او لا العجينه ديال الفلفله الحمراء عاديه. كناخذ الفلفله الحمراء تشوى، بعد ما تشوى تقشر تحيد ليها القشره وتمسح مزيان وتحيد لها الزريعه وما تغسلش باش تبقى فيها ديك النكهه ديال الدخان. ناخذها نقطعها وكندير لها هاد القراده ديال اليد او لا هذه كنعيطوا لها حنا القراده ديال الطربيع. كنقطعها حتى كتولي عندي دايره بحال اون بات. من بعد كناخذها كنديرها في واحد الغريريف ولا في واحد القرعة، نديروا معها الزيت وشويه الملحه، الزيت البلديه بطبيعه الحال شويه الملحه، وتنخليوها تيمكن لينا نستعملوها في وصفات بحال هكذا. يعني كنديروها في لي زاسيزونمون، نديروها في لي صوص، نديروها في لي غراتان، نديروها مع مثلا لاصوص بيشاميل الا كنا غادي نديروها في ان غراتان سواء ديال الدجاج او لا ديال الحوت، كتعطي واحد النكهه لذيذه. شفتوا معايا بالنسبه للفلفله كنبقاو كنخلطوها بحال هكذا حتى كتولي دايره بحال العجينه. كيمكن لينا نصفيوها من الماء الا كنا غادي نحتفظوا بها كيف ما قلت واحد القرعه مع شويه الزيت وشويه الملح، كنا غادي نستعملوها في نهارها ما فيها باس كنحتفظوا بالماء ديالها. غادي نديروا الان لاصوص اللي غادي تمشي مع الدنجال. غادي نديروا فيها الياغورت مسوس، كنديروا فيها طحينه اللي هي العجينه تاع جنجلان، غادي نحكو ضريس ديال الثومه، وكنزيدو العصير ديال الحامض، قطعت وريقات ديال القزبر، ودرنا الملحه بحسب الذوق. لاصوص كنخليوها ترتاح باش يلاه كتنسم داك النكهه ديال الثومه وكذلك ديال القزبر. وغادي ندوزو الان نوجدو اخر حاجه اللي هي العناصر ديال التزيين اللي غادي يجي من الفوق. خديت الثومه قطعتها شرائح، درنا زيت الزيتون على عافيه مهيله وكنديروا فيها شرائح ديال الثومه، وغادي نزيدوا العجينه ديال الفلفله الحمراء، نديروا معاهم شويه ديال الملحه شويه ديال الكمون. شفتوا معايا طريقه لذيذه وزوينه وسهله باش كنوجدوا الدنجال، يعني طريقه مختلفه اكيد غادي تعجبكم الا درتيوها. كناخذوا لاصوص اللي وجدنا ديال الياغورت كنفرشوها في الطبق ديال التقديم، كناخذ دنجال كنفعصو بفرشيطه ديال العود اولا كتقطعوه بالسكين كيتفلح باش يلاه كتدخل معاه لاصوص منين كيتنزل فوق منها.
كننزل الدنجال فوق من لاصوص، وكناخذ الثومه مع الفلفله والزيت البلديه باقيين حاميين وكنسقي بهم الدنجال. شويه ديال القزبر ورشيناها من الفوق، كنقدموا الطبق تيجي لذيذ بزاف. كلينا ان شاء الله في حلقات اخرى نشوفوا طرق جديده ومميزه لتحضير الدجاج. كنتمنى لكم شهيه طيبه، الى اللقاء.